هو 11 بس. حرجت البنية. تقدر تقول ايش عندك معاها؟ ايش عندي معاها؟ قاعدين نسولف عادي. وليش ما تسولف معاي؟ اسولف معاها ايش اقول يعني؟ يا سلام، خلاص ما صار بيننا سوالف؟ صار الغريب اقرب لك مني؟ لا تقعدين تخربطين بالحكي. ريم بنت عمي وصارت منا وفينا. تخسي اللي هي الحين عقب ما ترضوها خواتها حلت في عينك وعين امك؟ عن قلة الادب عاد ما حد طردها. البنية جات من نفسها بيت عمها. وما سألت نفسك شو اللي ذكرها فينا؟ فيك انت شي يخصك. قول ايش ذكرها في بيت عمها وعيال عمها؟ كذي تنقال. والله؟ يعني انا الحين صرت غريبة عنك؟ حتى ما لي الحق اني اتكلم بصيغة الجماعة؟ لا تشطين نفسك بشي ما يستاهل عاد. لو اهمك ما تسوي فيني كذي. انا ما سويت شي. وبعدين لا تقعدين تنططين بسوالف ما تخصك. انا ترى مو اصغر عيالك عشان تمشيني على كيفك. لو قلت له ما يشرب ما راح يسمع كلامي. هلا ما هو بيقبض راتب؟ اكيد، لكن من وين عم يشتري هالسم؟ مو بعلمي مصاري البيت بالبنك. اي مصاري؟ هو عم يحلف انه صارفهم كلهم. صارفهم كلهم؟ بشهر؟ ليه؟ أنا مالي أخذ منه إلا 5000 والصيغة. شو عرفني أنا؟ بيقول إنه كان مديون قبل لا يسافر. طب تعرف لي قديه بيقبض؟ اسأليه هو. شو أنا ولي أمره؟ يا بابا أنت بتقعد معه أكتر مني. أنا ما بدي منه غير احتياجات البيت والولاد وبس. يكتب لي شيكات وأنا مستعدة أنزل بنفسي وأصرفهم. مو معقول يصرف مصاري على الشرب ونحن مو ملاقيين ناكل. يا بنتي، على بالك أنا ما سمعت هالكلام أكثر من 100 مرة؟ إيه، وشو كان يرد عليك؟ مثل العادة، يا أبو مازن لا تعقد الأمور، اشرب وانسى، ما حد راح ياخذ من هالشي. هي ريحته غريبة. ايش حاطة فيه؟ ايش حاطة فيه؟ هذا العود المعطر اللي اعطتيني اياه؟ ايش دعوة؟ ما اعرف العود اللي انا جايبته. هذه ريحته غير. خلاص، إذا مو عاجبك ما بخرص على فيه. ولا حتى غرفة سعيد. بس سعيد عجبته الريحة. ايش عرفه؟ ايش فهمه سعيد؟ سعيد طول عمره يحب اللي انا احبه. تامرين خالتي. وش حق تقولي لها من طرف خشمك؟ خالتي انتي زعلانه مني؟ زعلتك بشي؟ انا شعلي منك، المهم ريلك. ليش ريل اشتكالك؟ من غير ما يشتكي يبلع ويسكت. متزوج ولا كنا متزوج؟ لا تغسلين ثيابه ولا تدرين عنه في شي. معقول هيك؟ البنت رح تموت بين ايدينا ونحن مو قادرين نعمل شيء، لا فينا نفوت ولا نطلع، وهذا الثاني قاعد عنا طول النهار. انا مالي حق اطرده، هذا مو بيتي اصلا. انا رح اطرده. تعي لهون، لا تسوي لنا فضايح. بعدين حيمددوا عليكي واضطر انا اضربه، وما بدي الامور توصل لهالمواصيل. خالتي، انا باخذ خواتي بنروح بيت بنات عمتي. احسن، لانه جو الدخان ما بيواتيها لاختك. لو كان على الدخان بسيطه، احنا من نرجع من المدرسه ننحكر في هالغرفه. ما سوى فينا خير أبوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن كمان منضب أغراضنا ومنرجع لبلدنا أشرف لنا. ومن متى أنا أخذ منك أوامر؟ هذا بيتي ولا بيتك؟ البيت بيتك والأمر لك، بس هالريم مو بسهلة، بتفرق عيالك. وعيالي متى تجمعوا علشان يتفرقون؟ كل واحد في حاله ويلا نفسي. يا خالتي يا خالتي، هالبنية تخطط انها تسرق رايلي. هذا شيء يحزن ما يضحك. تسرق رايلي شو تسوي فيه؟ من قلات الريايل؟ واذا هي شاطرة يلا
خل تاخذه، يمكن الولد يجي عن طريقها. سوسن شفيك؟ مهل تخصفيني، فارقة عن ويهي. سوسن، أنا أختك الكبيرة، ليش تكلميني كذي؟ مالي خوات، توخي عني. ليش الابتسامة؟ ليش؟ ممنوع الابتسامة في هالبيت؟ الظرف ما يسمح، ولا أنت شايفة إنه يسمح؟ أي ظرف أنت يا مظرف؟ الحين أختك زفتك، تبين تحطين حرتك فيني؟ قالوا لي إنك ما تحترمين حد، والظاهر إن كلامهم صج. وقالوا لي إنك على ويك، وما تعرفين كوعك من بوعك. لكن الظاهر كلامهم مو بصحيح، وإنك ما أنتي هينة. أرجو إن يكون هذا آخر كلام بيننا. زينك عاد، بس عارف شلون اردها لك، واحرق قلبك عدل يا ليلى. هاي انتو قولي لي وين رايحين؟ كنا مرايحين كشته. لا تتدخل انت. افا، كنا ما يحترموني. ردي علي انا. بيت عمتي. أي عمة؟ أقصد بنات عمتي. أمين تحت. ش يطلع أمين هذا؟ وأنت إيش لك خاص؟ بعدين إيش فيك طالعني كذي؟ عيب. خليك من قوتك بس. عيب. تكلمي بأدب، هذا ضيف. إحنا الضيوف وهو راعي البيت، تبيني آخذ منه إذن قبل لا أطلع بعد؟ توري يا ابو خالد، عيال اخر زمن حتى الابو ما يحترمونه. وين حطيتيهم؟ خالد مع هاله، هو يرتاح لها اكثر، ومريم وخواتها في غرفه ريم، وانا بكون في غرفتك. انت ما عليه، لان احتمال ارد لكم. يا ايش هالكلام؟ خالتي ما اذيتني، شاك ان انا مسويه شيء حق ولدها. من اطلع من غرفه الدش وراي وتنبش تحت المخدات وداخل الكبتات وتحت السجاد كذي. عيني عينك، اول كانت ترتبك والتعذر، الحين صارت تلمح. ما أدري صار لها، صارت لا تطاق. أحاول أخذها على قد عقلها، بس أنا ما عندي صبر مثل قبل، أخاف أغلط عليها بدون تفكير. إنزين ليش ما تقولين حق ولدها؟ خليه يتصرف معاها. صعبة، أنت بنفسك تحاشين إن فيصل يختلف مع أمه بسبتك. شلون أنا؟ أصعب شيء إن الوحدة تشتكي على أم ريلها عند ولدها. وأنت ناوية تهدين لها ولدها؟ جوز الشبرين ابو مازن سرى الليله خل الدمع من عينك. صحتك. سلامتك ابو مازن. النسيب في حاله غثيان. غثيان من شنو؟
من شاف وجهك ومختف صراحة وجهك ما بطبيعي وايد طويل وجهك هني وخشمك عنده ما فايق من خشمك يلا تفرج شوي يعجبني ابو مازن اقول حمدي صار دم ثقيل مو اكثر منك اقول ليش ما تفنشه كيف هو يشتغل عندي هذا ابو المدام مال الحشيم والكرامه عدل يا ابو الكرامه انا رفيجك ولد فريجك ما تسوي لي اي حساب وكل كلمه تقطع علي مثل الطابوقه يا ابو خالد اصلا انت ما عندك احساس من قال لك انت قايل لي بنفسك عندي احساس ونص وهذا انا اقول لك انا مو بعبد ابوك لا تجيب طاري ابوي على لسانك عاد ابوك اطيب منك الله يرحمه واحسن من وجهك ويقدر الناس الا الفكره اوه شلونه الله يرحمه اشوى احسن من الاول خالد بيمدح فيك كثير وقال لي انه كلمك عنه وانا جيت اتشكرك لاني نويت السفر ليش انت ما تبي تشتغل معنا يا اخي ما بدي اسبب لكم احراج احراج انت محاسب واحنا محتاجين احد يشرف على فرعنا ايه ما في مانع خلاص هي. اول ما يجي اخوي ولا شريكي بخليه يوديك الفرع ويتم معاك اللي انت فهم الشغل بس بلاقي عندكم سكن ليش انت مو بساكن في بيت ابو خالد اي بيت قصدك شقته اخي زلمي مو مقصر معي بشي بس انا مو مرتاح هونك ومرته بعد مو مرتاح انا اسف يعني عم كلمك في الامر هذا بس يعني انت مو غريب وبصراحه اولاده صعبانين علي يكون بعلمك خالد ترك الشقة ومريم وأخواتها كمان هم تانين ولا أنا تانية؟ أنا ما أحب أسمعك تتكلم بهالطريقة زين أروح إيش أسوي؟ سلم عليها وتقول لها أخواتك يسلمون عليك ومشتاقين لك قولها خالتي ليلى وهي تبلغها إحنا لما نطرشك غير لما نوصي أحد ساكن معاها ما تفرق عندها يا عمتي بس أنا ما بيرد للطلب بارك الله فيك يا خالد بس اسألي مني لازم اشاور عمتي هالة قبل اقصد ابلغها شاورها اكيد فرحة بس انا قلت نستانس شوي في حياتنا يعني انت ما اشتهت حق ياهل صغير بلى بس لا تخاف بنستانس بحياتنا وانا ما راح احملك بتم حبيبي الاول والاخير صحيح صحيح يا شمس طبعا بس انت من تزوجنا وانت صاير بخيل قلت لك صبري اصبر على شنو افرض بعد عمر طويل صار لك شيء عيالك بيغربلوني وانا ما عندي احد اعتمد عليه او ياخذ لي حقي اللي في بطنك يضمن حقك افرض انها هي بنية ذيك الساعة عيالك بيلعبون فيني وفيها اذا تحبني صج اسعدني مثل ما انا مسعدتك ولا انت مو سعيد معي بالعكس الا سعيد واسعد من سعيد ما علينا يا حبيبي ما علينا ما علينا من كلام الناس يا ابو خالد ما كنا درينا ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا عاد احنا بدينا مهما يقولوا في احد لو كان عنده زوج كان مشي ونلع من زمان لعمه مالي حاسه حالي قاعده ببيتي لا لي قدراني افوت ولا اطلع ولا اتحرك ولا اعمل شيء الجاي كله تهوشين وتصرخين الشعالة أنا ضحيت عشانك بعت البيت عشانك لكن ما يبين في عينك لك شو هالحكي الفاضي هاد شو هالفت لك ها شلون بعت البيت مشاني وانت ما بتعرفني بعدين وين مصاري البيت اللي وين مصاري البيت مصاري البيت صرفته عليك
على الهدايا والعزايم، بس انت مفروض تحطيني في عيونك والسكرين علي. هلا هيك صار الحكي يا ابو خالد؟ ماشي، مالي قعدت لك بالبيت ولا دقيقة واحدة. تعالي يا رشرش، لبسي عباتك يا يا رشرش، تعالي بوا يا رشرش، تعالي بوا. أنا مو بغشيمة ولا غبية، قولي لي أنت حاطة عينك على من؟ يا عمتي سوسن مو بفاهمة شي، صدقيني أنا أعتبر ناصر مثل أخوي، يمكن أهو متملل منها ومن سوالفها ومحتاج أحد يفضفض له. وهو من متى يعرفش علشان يفضفض لك؟ يمكن ارتاح لي، ما أدري عنه. وأنتي؟ أنا أعتبره مثل أخوي صدقيني. وفيصل؟ هم أعتبره مثل أخوي. هم هو يرتاح لك بعد؟ لا هو ما يسولف معي، بس اعتقد انه يرتاح لاختي الجازي اكثر. من اختي العودة؟ اقصد الوسطية. وانت اشتراتش انه يرتاح لها؟ اشوفه. تشوفينه وين؟ في بيتنا. في بيتكم؟ من متى هذا الكلام؟ ردي علي، من متى هذا الكلام؟ سلمان خاطر في هاللعبة، بس ما قدرت اشتريها. لو كنت تجمع من مصروفك ومن راتب المطعم اللي امشي لك اياه، كان من زمان شريت هاللعبة ومعاها اربع ولا خمس اشرطة. مصروفه ومعاشه كله يصرفه علينا. مريم بيوت اسرار. وانا ما هو بغريب، اسرارك تحفظها عن الغريب. انا اسف، لا تزعل مني. ازعل لانك تصرف على اخواتك؟ بالعكس، لأنا فخور بك. وأنا بعد فخورة به، لو مو بهو كان الحال ما يعلم بإلا الله. أنتوا بتقعدون هني على طول؟ أنا أفضل أنهم يقعدون هني على طول، ومن اليوم رايح خل معاشك لك، أنا بفتح لك حساب توفير ويجمع فيه، وخواتك مسؤولين مني أنا. منك أنت بروحك؟ منا إحنا الاثنين. طبعاً إحنا ما نقدر نحل محل الأبو والأم، ولا أي واحد يقدر يحل محلهم، بس اعتبرونا مثلهم. أنا أحبك أكثر من أبوي. ونحب خالتي ليلى بعد. الله يعلم باللي في قلبي، طمنينا على شيخة. زادت كحتها وقلبها يدق بسرعة، والجهاز ما يسوي شيء. شلون ما يسوي شيء؟ متى آخر مرة استعملتي لها؟ من 4 ساعات. إذا هي وايد تعبانة لازم تستعملين لها كل نص ساعة. قومي معي. شخبارها؟ كلها قاعدة وساكتة. هالة، سعيد قال لي ان رايلك راح المحكمة، واذا تبي عندي صديق محامي وممكن يخدمني بدون اي مقابل. ويقدر يسوي شيء؟ يقدر، اذا انت متأكدة انش تبي الانفصال. إذا سويت لي الخدمة هذه بتم مديونة لك طول عمري. قومي تجي تاكل يا مرة، لا تفضحيني مع الجيران. قاعد تصيحين مع الكشي اللي على راسك، ايش بيقولون عن الجيران؟ قاعدين على الدرج راكبين اتوبيس انا وياك. بتفضحيني يا رشرش؟ اللي يسوى واللي ما يسوى بتكلم عليه. لسه بدهم يحكوا علينا؟ لكك قاعد معي ماسك الكاس بايدك. مازك كاس باي كاس. خلاص ولا بماسك فيديو ولا شرح انكسر. يلا قومي قومي تجي داخل. قومي اعطيني عنوان. حتى لو اعطيتك عنوان ما تدلين. شفيتش يا رشرش؟ انت غريب هنا في البلد. بعدين شو السالفه هذه؟ خلود يصبر يروح لهم، مريوم تاخذ خواته وتروح. المره مالها بيت وبيت رهيله.
مالي طايقة أقعد معك، مالي طايقة أقعد معك. شو مسوي لك جنة؟ هاي شو مسوي لك؟ أنا بعد لو أطقك مثل بعض الرجال ما يطقون حريمهم، إيش بتسوي؟ مالي فايدة لحتى ينقلع هذا رفيقك من عنا وبقى يعذب باب بيته مرة ثانية. يا جماعة وين حاطين الثلج؟ المشكلة مو في الثلج، المشكلة في أخو. قلته بيتزوج يترك المسخرة عنه، تزوج بنت الناس وعذبها معه. مفشلنا هالخال، احنا مالنا حظ لا في عم ولا في خال، بس طلع لنا ولد عمي برد القلب. تبين الصج؟ اثنين مو بواحد. الله يسخرهم لنا يا رب. لا قولي لي، يعني لازم تاخذين اغراضك كلها من بعد البيت، اذا احتجتي شيء تعال اخذي. لا يا الجازي، ابي احس بالاستقرار شوي ويحس سعيد ان مرته متواجده معاه وقت ما يحتاجها. ام سعيد معاها حق، سعيد استحملني والد وخاف انه يتدمر من وراي، وانا ما بعلاقتنا توصل هالمرحله. اي مرحله؟ ان كل واحد فينا يتشكى الثاني من وراه. ما افتكر سعيد يتشكى عليك، امه ما ادري من وين تجيب هالحكي. هي ما قالت انه هو قال، يمكن حست ان ولدها مو مرتاح. الام تفهم اللي يدور في خاطر ولدها من غير ما هو يقول. وانا ما ادري بشيء؟ تطلع لي مقفله يا فيصلو، تروح لهم من وراي وتصرف عليهم فلوسي؟ بعد قالت لك اني اصرف عليهم؟ هذه كذابه وفتانه وثقيله الدم. ما قالت، بس اكيد تصرف وانا عارفك زين. على بالك الناس بيحبونك لما تصرف عليهم دم قلبك؟ انت اللي فهمتيني كذي، خليتيني اصدق اني ما اسوى شيء من غير فلوسي. قصدك فلوسي؟ انت ما تملك الا قام لثيابك. فلوسك اللي كنت اعتبرها فلوسي حطيتيها في راسي، خليتيني شكاك، ما اثق في حد، ما اقدر احب حد، ما اقدر افكر في شيء يخصني. الله، الحين طلعت انا الشريره والجازي ام الريايل طيبه؟ لا تقولين ام الريايل، الجازي ما في مثلها. تعال طقني بعد علشانها، هذه اخذتها يا فيصلو، لفيت لفيت وعكرت رديت على بنات السوم. ايش فيهم بنات السوم؟ بنات عمي وما عليهم كلام. عمت عينك يا ثور، هات مفاتيح السياره، هات. تفضلي. ومن اليوم ورايح ما راح تشوف مني ريال واحد، وفلوس المشروع ترد لي اياها باكر كامله. استانستي يا قردة؟ أنا قردة؟ إيه قردة، أتنطنين من بيت لبيت لأنه ولا بيت تحمل تعيش فيه قردة. أنت قليل الأدب. وأنتي هامة تاكلين الأخضر واليابس وما تحبين الخير حق أختك. وتعتقد أن أنت خير؟ على الأقل أخير منك، بذمتك، بذمتك أنت راضية عن نفسك؟ منبوذة، ما حد يحبك ولا يمكن حد يحبك. أنا من يتي أتحاشاك عشان أسلم من شرك، لكن ما توقعت أن شرك وحقدك. فيصل، أنا قدمت لك خدمة، لكن أنت عشان تفكيرك على قدك ما أنت قادر تفهمني. أنت تقدمين خدمة حق حد؟ أنت؟ أي أنا، والمفروض تشكرني. خلاص أمك الحين درت، وإذا تحبك ومبين عليها انها وايد تحبك اكثر مما تستحق. اللي ما يحفظك. باكر عندي موعد في المستشفى. شو المطلوب؟ أبيك توديني. عندش الدرايفر، خليه يوديك. أنت ما ترضى تقول ما حد يوديك غيري. لا أرضى، وعندك بدال الواحد اثنين، خلي واحد فيهم يوديك. لا
ليش انت ما توديني؟ انت بيني هيك شغلي علشان اوديك وانطرج واردك البيت فراغه. زمان كنت تسوي كذي؟ زمان هذا قبل. الحين انت تعرفين الدكاتره وتعرفين مواعيدك الطبيه. سمعيني هذا انا اقول لك اياني وياك تقولي لي حمان. خلاص كافي. ناصر انت تغيرت وايد. وانت ليش ما تغيرين؟ لم انت بتمين نكديه كذي؟ يا يحب هالخرابيط هذه. خفايف يا ام سعيد. اوه ام سعيد صعبه على لسانك، ما تقدرين تقولينها، ما تقدرين تقولين يا يمه. حقك علي، مع الوقت ممكن اتعود. تتعودين؟ لا يا عيوني، اعطي روحك العافيه. الشيء اذا ما يطلع من القلب ما منه فايده. ودي الريوق حق ريلك وديه. يعني في صنف معين ممكن اقدمه له العشاء؟ انا ما ابي منك شيء. اذا هو ما يطلب بنفسه خلاص. اهم شيء تعود على خفايفك. بس انت لما طلعتي من هني وجهك كان غير. يعني شلون؟ بدلتك في المطبخ؟ احتمال. وانت عاجبك وجهي الحين ولا قبل لا اطلع؟ انت يا مها عجبتني في كل الحالات، بس انا ملاحظ ان انت متغيره علي. انا؟ احساسي يقول كذي. انت اللي متغير. صار لك كم يوم طالعني وتسرح، كلامك كله أسئلة. مها انت مقتنعة فيني؟ عقب 20 سنة تسألني هالسؤال؟ ما مر على زواجنا شهور ومعرفتي فيك قبل الزواج تعتبر لاغية؟ لا يا حبيبتي، أنا وبعرف شلون أشرح لك. ومن متى تلاقي صعوبة في الكلام معي؟ من ساعة ما اكتشفت إن مو بس عمك يشوفني مو مناسب لك، الكل يعتقد إني مو بجدير بك، الكل يتعامل معاي على إني شيء عجيب. اخترق عالم عجيب، عالم مو بجدير به. خرعتيني، حركت البليب والتليفون، تعال وتعال وتعال، ما اقدر اتكلم في التليفون، صبيتي قلبي واخرتها فيصلوا بيتزوج. دمار ندمر، خله يتزوج بطيح في كبد اللي بتاخذه. أنا ولدي مو طايح علشان يطيح في كبد أحد، ولعلمك رفيجاتي كلهم يلمحون لي يبوني أخطب لبنت من بناتهم. وبعدين؟ أنا ما حازك علشان ترد هالرد. فيصلو يتحداني وأول مرة يتحداني، وكل من تحت راس بنات أخوك يخططون لبعيد وما لقوا غير هالساذج يقصون عليه. وش تبيني أسوي؟ تقول لها تبتعد عن ولدي ولو تموت ما تاخذه. أنا مالي حكم عليهم، ولا شيء من اللي قلت لهم سووه، بالعكس اللي أقولهم لا تسوونه يسوونه. عند اتخسي اللهي تاخذ ولدي من غير رضاي. خلاص يبا، ولديك ما هو بياهل، امسكيه وكلميه. كلمته
وهو ما يعصي لي امر. ليش معتفسه كذي دام انك واثقه انه تحت شورج؟ مقهوره ومنبطه كبدي. امريكيات كل وحده احلى من الثانيه وما قدروا يقصون عليه لاني انا وراه. تي هذه الساهيه وتفر مخها في غفله مني. شو ما انتبهت؟ شلون ما لاحظت؟ شلون ما اخذت بالي؟ فيصل مشكلته هينه، عنده بيت يقدر يرد له في اي لحظه، وعنده ام تحبه وتموت عليه بتقبله بعد في اي لحظه. خلاص حلتيها يا مدام؟ لابد تنحل، بس مشكله ابو خالد صعبه. حلها في يده، يترك عنها الشراب وينتبه حق عياله وحق نفسه. هو مدمن والمدمن ما يملك حل لمشكلته. ولا احنا نملكها. اذا هو ما يبي يترك ما حد يقدر يقصبه يترك. دخل المستشفى يا ليلى. يا حبيبتي المستشفى للأمراض الجسدية، هذه مشكلته نفسية. صحيح أنا حبيبتك؟ أنت حبيبتي وحياتي وأمي وكل شيء اللي في هالدنيا. سكت شلون وصلت هالدرجة؟ تخاف منها؟ لا ما خاف منها، بس بعد ما ابي اضايقها خصوصا واني انا محتاج لها. تعرفين الارض اللي قلت لك عنها؟ بعتها لها وربحت من وراها 50,000 مرة واحدة. وانا شنو استفدت؟ الارض اللي شريتها لي رجعت بعتها. أنا أمنت لك مستقبلك يا شمس، كتبت لك فيلا باسمك، بعد إيش تبي؟ أنت ما قصرت، بس هم ما نستاهل أكثر. طبعاً تستاهلين، بس صبري علي شوي لين أعوض الفلوس اللي راحت مني. أنا من راحت مني الفلوس وأنا مهم مترقع. أنا عندي رأي، ايش رايك تبيع وتشتري بالاراضي؟ بس الارض ممكن تقعد سنه ولا سنتين لين ايها شراي. عيال ايش معنى بعت الارض اللي كتبت لي اياها بسرعه؟ لانها يازت حق المدام، والمدام ما تتردد تدفع على طول. بس عاد انا ما اقدر كل مره اعرض عليها ارض بنفس الاسم، بتشك. كفايه ما رضت تدفع لي 35,000 اللي دفعتها حق ولدها، لكن ما عليه بطلعها منه لو من عيونه. ما قال لك سعيد لا توطوطهني؟ هذا ما هو بيته علشان يقول لي لتي، بعدين هو مو ولي امري. شوف يا احمد، انا ما ضريتك بشيء، ومثل ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. اي بس انا ما ابي اطلق. اي ليش رحت المحكمه؟ لانك انت مو بموافقه ترجعين وياي. ولا عجبتكم فكره ان 100,000 تجيكم بالساهل من غير تعب؟ ادري انكم ما عندكم 100,000، انتم ما عندكم الا قمل ثيابكم. مشكور. اي ليش ما تطلق وتريحني وتريح نفسك من هالمشوار؟ أبوي وأمي يقولون ممكن تدبرون المبلغ. روح قول حق أمك وأبوك كلامهم صحيح، نقدر ندبر المبلغ، بس حامض على بوسكم. إذا أنتوا تبون تأكلون فلوس حرام إحنا ما عندنا استعداد نتحمل إثمكم. وين الشاي؟ ريال هالة في الصالة. إنا لله. بعد رد؟
خلاص ما نبي شاي، إذا ذلف سوي لنا شاي، قعدي. بل ما صدقتي؟ مو أنت قلتي لي بعدين؟ أتقشمر معاك. قولي لي، وين تبين تسوقين؟ في لندن ولا دبي؟ أتسوق في لندن ولا دبي؟ ليش أنت بتسافرين وبتاخذيني وياك؟ لا يا حبيبتي، إحنا مو بمتحركين، بنتسوق من منازلهم. صدق اختراع عجيب. عموما اذا عندك اي سؤال او معلومه تبين تعرفينها اقدر اطلعها لك. انزين ابي اعرف لين متى بتستحملونا؟ الا الامور الخاصه ما يتدخل فيها. عموما يا انسه مريم، مساله الملل غير وارده. طبعا احنا نتمنى ان ابوكم يرجع لنا ولكم، بس ما حد يتملل من دمه ولحمه. احنا اربعه وانتم مو ملزومين بنا. لو مو ملزومين بكم كان ما شلتي خواتك ويتي هني من غير تفكير. انا اول ما اخلص الثانويه بشتغل وبساعد في البيت. لما تخلصين الجامعه اصلا ما في شغل بالثانويه، وبالنسبه على المساعده انت تساعدين باستثناء الشاي اللي للحين ما سويتيه، وانت تفرغي حق دراستك، واخوانك الخدامه بتولى رعايتهم. طبعا بتسالين وين هي صح؟ جرب توصل ان شاء الله. انا بقوم اشوفها راح ولا لا. وشو هذي؟ واقف على بابكم والهان ومسير، تشاجرت مع أمي وهذاني في الشوارع، أمر على الديار وديار الجازي، وقبل ذا الجدار وذا الجداري مثل الطير المنت تفريشة، وأنا الآن في المطعم فيصل. من وين مطرش هالرسالة؟ اللابتوب، الكمبيوتر المحمول. بس يا فيصل، الأوضة صغيرة وما ظنيت عجبك. مو بلازم تعجبني، أنا أقدر أروح فندق، بس أبغي حد أسولف معاه. شو تسولف معاه؟ أنا بنام على طول، وراي شغل من الصبح. إيه بس إحنا ما نفتح الصبح. الكراج بيفتح، سعيد كتر خيره عطاني أوضة فوق الكراج على طول، وقال لي اشرف على عمال الصبح. أوه زين، على أن تاخذ معاشين؟ الحمد لله، هذا كله من رضا الوالدين. إيه؟ أنت عندك والدين؟ لكن شو؟ ما عندي والدين؟ إيه بس أنت عود، شيبة. إذا أنت هاللون ووالدينك شون من أيام الديناصورات؟ لا تمزح يا فيصل، شو قصدك يعني؟ ما أدري كيفك أنت ووالدينك، ما أحب أتدخل في شؤونك الخاصة. يلا مع السلامة. شو مع السلامة؟ ما بيك توصلني؟ وين أوصلك؟ أنا أبغي حد يوصلني. السيارة تعيش أنت، صادرتها الست الوالدة. وانتي علامك كل شوي طالحين ساعتك. الوقت تأخر، بقوم انام. ريم، انا المفروض اروح انام لان وراي قاعده من الساعه 7 الصبح دوام كلي. مو كأنك مستانس على دوامك الجديد؟ اوه وايد احسن من الاولي. صدقين عاد انا وايد ندمان على السنين اللي ضيعتها بدوام الاولي. على الاقل هذا وضعي قاعد يتحسن شهريا. شلون يعني شهريا؟ لا اقصد من ناحيه الحوافز والاوفر تايم واشياء وايد ما راح تعرفينها. يا سلام يا ريم، صدقين وجهك خير، حلو علي، ما تتصورين الحظ شلون ابتسم لي اخيرا. انا لو صابر شهرين كان مو بس سدت قيمه البيت وفرشته، كان شرت بيت غيره. عن شنو تتكلم؟ أنا آسف سوري، عبالي سوسن مرتي وعشان شي استرسلت بالكلام. ليش؟ أنا لهالدرجة أشبهها؟ لا لا لا، أنت ما تشبهينها ولا حد يشبهك أصلا. أنت نسيج بروح مثل ما يقولون. وهذا مدح ولا ذم؟ لا عاد، انت ذكية وتقدرين تميزين بين المدح وبين الذم، بين الصح وبين الغلط. انا يعجبني ذكائك، ذكاء يدفع للامام.
انا طردتي عشانك، مع ان رفيجي الوحيد وهو اللي مونسني. وليه ما يكون مشانك انت بعدي؟ الصديق ما بيجر صديقه على المعاصي، هذا بيكون اسمه عدو وما حدا بيرافق عدو. تبون الصجعات؟ انتو ظالمين هالريال. حمدي بريء ويه كله براء ومستحملني. اها وش ما يقول شيء. صجني ساعات ودي اسطره امسك نفسي، حتى لو سطرته مسكين ما يقول شيء ويراضيني. قلب كبير. ممكن ما بقى تجيب لي سيرته ابدا؟ من وقت ما طلع وانت بتعدد لي بمزاياه وحسناته. بدك تشوفه شوفه، بس برات البيت هون لا. انت تبي تحكمين فيني؟ انا بدي اتحكم فيك؟ شلون بقى؟ تبين سيطرين علي؟ عبالك انا سهل؟ ايه هات هات. خلي اللحم، ما خلصت، ما استويت لحين. ليش انت بتخلص؟ شوف انا ماني حابه سيطر عليك، بس انا حابه اشوفك صاحي، حابه احس انك مهتم فينا. انا مرتك واولادك، حابين نحس بوجودك. يعني عاجبك انه اولادك برات البيت؟ ما حابب تحس انه نحن حواليك؟ عيلتك اللي بتحبك وبتحبها؟ نطلع مع بعض، نتمشى مع بعض، ما حابب هالشي؟ نكون هيك عيلة حقيقية؟ بزمتك حابب ولا لا؟